وأكما محمود محمد حسن قافو مشرح اللوغو هذا اللي هينت بذين هاي كرسي غهوب إبر لباتاني أفر إي بارلمان كجمهورية دا صوماليا كون سغال بقول سغال يكونتان كي أيو دونيدان كغاسو بيري مقدشو وحبرا شديسا دوكسيا دا هوا سرد حي ياسرانا وحاو كسو كلاقاتي مغالو ينكا مقدشو بايدا باي يهر جيسا وامد كميد هل ييدا عيدان كحوغة دالكا صوماليا كاس او سو شقيني إلا دولة دي كعان كي إستياد بره وانا ميد كميدا مشرحين تلو سادالين ايو لوغونا هذا الهين تبادن يهي كرسيغا هوب زيرو لباتن يافر اي بارلمان كا جمهورية دا صوماليا سنة دي كون سغال بغل لبية تدباتن كي ايو كسو بيري عيدا مدى حوغة دالكا صوماليا قايب تعيركا وحنا كون سغال بقول سغال يتو دباتن كي وكمد نقضي سراكي لو قاتي كل يد دي جال السياد كون سغال بقول لبي سيداتن كي وحا وكمد نقضي أفر يلا باتن سركال او دولة دمرايكن كاي توبر كو سيني سي دل كي دمرايكن كا كواسي او سو برتاي سيدا اللوغو دقال لما قواري دقاشا من لنا عكالانا وحا وكمد نقضي سراكي دولة دروش كاي برتاي هبدولين تديارة ديه ميك 17 يميكو يلا باتن اي دولة دي كعانكا وا جنرال كوان اكسان فرسموين كدقالكا اسلامر كاسين هو قاميه هو القلع يدا مدى حوغا اي كلا وريغين ديگان نبادن او هوسي مادا قبالة دا بنادر شابه اللا دا دحيه شابه اللا هوسي وحوكا سو شقيي تاليسي دا قيبتكو يلا باتناد لح يلا باتناد لحدناد لبيو طبانك ابريل هوغانكا دسمها عيدانكا حوغا هوغانكا حريركا ديبادا عيدانكا حوغا قدومياها قد قدبو سحيطانكا إياهان تنوركا عيدانكا حوغا دالكا إيه وزاردة قاشان ديقا صوماليا واحو صور نغضي تالياها قايبتا باريقا إيا برتماها عيدانكا إلالادة ديقانكا إيه قوبالكا بنادر دولة ديكا عانكا إيه محمد سياد باري واحانا سيدو كلاهو صور نغضي وكيلك عيدانك حوغة دالك ايه جاينها دولة ديكو ميلغارك ايه شريف شيغ احمد انك استوو مركي دنبه ومدحوين شريف كدل بدي انو قايب كنغضو ايه مدى دي بحورين تا دالك ايه وكباقضو وكيل لماذا دالك جاينها وحناو قايب كاها سراكيشي هو قامين ايسي ديگانكي ايه لوريكتي دولة ديكو ميلغارك ايه شريف شيغ احمد وحا حسيد مودن ان جنرال قافو اوها أساسي قيب طلبية طبان كابريل عيدان كحوغة دالك صوماليا كدب بربركي دولة دي محمد سياد بره وحانا وكان نغضي سلا لبية طبان كابريل تليهي هقامين ايي سيدو كلانا وحووها تليهي سكتر 1 اي شابه لا هوسي اي سكتر 5 اي شابه لا دردحي اي اميسون تاكاشتا ايدا مدى حوغة دالكا آد ايان افهاني اي حقيبو يالا كرسيغا هوب ابر لباتاني افر ee uu tartamayo beesheysa iska leh kursiga hoob ever 24 waa mid ka mid ah kuraasta deegan doorashadoodu tahay Hir Shabeelle gaar ahaan Jowhar waxana iska leh beesha Daawud ee uu ka soo jeedo generalka musharaxa oo ah kursigaas una tartamaya waana kursi ay u tartamayaan dhowr musharax inkastoo uu ka mid yahay isaga kuwooda ugu cadcad hadii aanan koow dhihinna waa musharaxa labaad ee ugu cadcad kursigaas qadarta umba uga hartay mooye khibrad kama celiso kursiga uu raadinayo qafow ee hoob ever 24 ee beesha Daawud ee Abgal aan ku raaciye qafow waxa uu ka mid yahay halyeeyadii qaranka ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed beeshiisuna si gooni ah ay golayaasha uga faanto marka la isu gala fariisto ee nimbakiisi wanaagsana uu gogosha ku gorfeeyo gobolkan aynu joognay ee shabeelada dhexe iyo guud ahaan geeska xoogana waa geesi ka tilmaaman oo gaashaanka u duruura gabood falayaasha taariikhdii koobnayd ee general maxamuud maxamed xasan qafow musharaxa kursiga hoob 24 intaasi haynoo joogto waxaad kala socoteen city waxaan idin la socodsiinayaa shaasha iyo guux waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube
adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.